الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى كل من سار على نهجه وهديه إلى يوم الدين. أما بعد، نزلتم أهلا وحللتم سهلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. إنها بداية محتشمة، حضورها قليل لأنها البداية، ونسأل الله عز وجل أن تكون فاتحة خير. فنحن لسنا مكلفين بالنتائج، وإنما نحن مأمورون بالعمل، وأن نبرئ الذمة أمام الله تبارك وتعالى بتقديم ما أمرنا أن نقدمه. استجاب الناس أم لم يستجيبوا؟ استمع الناس أم لم يستمعوا؟ هذا ليس من شؤوننا، وإنما ندع أمورنا كلها لله تبارك وتعالى. فنرحب بأستاذنا الفاضل الشيخ الأستاذ محمد على هذه الاستجابة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان الحسنات. إن شاء الله بعد ما ينتهي الباب مفتوح لمن أراد أن يسأل أو عنده مداخلة، ما عندنا مشكلة. تفضل أستاذ. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا، فسهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بداية، أقدم شكري لجميع علماء المسلمين الجزائريين على هذه الدعوة، وأخص بالشكر الشيخ عمر حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه على هذه المبادرة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها القبول، لأن الله عز وجل إذا رزقنا القبول تكون هناك النتائج. وسبحان الله، بالمناسبة يعني كما نقول احنا هذا الحضور المحتشم، انا كنت انضم الى اي حضور اقل من هذا الحضور، يعني راني متفائل بهذا الحضور هذا اللي راه حضر. خاصة الفرع النسبي كانوا بعثوا لي بزاف النساء قلت لهم حضروا، قلت لهم انضم لي ما تقدروش تحضروا، ف اللي حضروا ربي يجازيهم. قلت الربط بين قلة الحضور وبين عنوان المحاضرة، وهو عنوان المحاضرة لا تمت فارغا. يعني قبل ما نبدا في المحاضرة فقط نقول لا تمت فارغا، معناتها انه احنا رانا متفقين باللي كاين واحد اليوم ولدنا فيه، وواحد اليوم سنموت فيه، رانا كاع متفقين خلاص. سؤالي اليك الان، انت الان في المنتصف ولا راك في بداية الطريق، ولا راك في نهاية الطريق، ولا ربما راك في طرف النهاية؟ لما الآن موضعك الآن في النهاية، يرانا متفقين عليها باليوم ما سنموت، هذا المسار هذا الآن، الاختلافات الآن وين تكون؟ تكون في النهايات. يعني كلنا ننطلق من الصفر، يعني شغل وكأننا رانا في سباق. تفضل هنا ضيف، وكأننا رانا في سباق، وكل واحد راح ننطلقوا، فننطلقوا الآن من الصفر،
يولد المولود بغير الاسلام، ما عندوش مهارات، ما يعرفش يمشي، ابنه باريس، زاد سبيور، بيبي سبيور، ولو طالع. بشير ابراهيمي، اي عالم، اي مبدع في هذه الحياه انطلق من الصفر. الاختلاف الان في النهايه. لما خلاص كملنا هذاك المسار هذاك، بدينا نشوفوا هنا كانت الفارق كان في المحتوى العمري لهذا الانسان. ولذلك فقط اعقب على قله الحضور، نقول سبحان الله، كنت نقول في بعض الاخوه في بعض الاحيان، نقول له الانسان ماهوش قادر يخدم الدعوه بصبعه، بالابهام، بالابهام هذا ديال هذا، ديال اللجان، ديال مشاركه، قال محاضرات كثير درتها هكذا، على بالي اللي صعيبه صبعه وترفدوا وتحطوا ودير هي صعيبه ماشي سهله، لكن شكون هذا المستوى وحنايا شكون تبدا تحكي لنا عبد الرحمن سميط وراح يدير فيها ودخل 11 مليون تقول اتمنى ان اكون ماكش قادر تخدم بسرعه ماكش قادر انت تحضر محاضره تكون انت لهنا لتحت ولا لهنا ولا لفوق ماكش قادر تحضر محاضره فرضا احنا نشجعوا بها نادي الترقي قال نادي الترقي شفنا في لغه حبينا نعاودوا نحيوا نادي الترقي قلنا نجيو نحضروا المحاضرات ماشي محمد فليسي خرج لنا محمد فليسي كونك ما تقدرش تدير خطوات لذلك الان هذا هو نقدر نقول احنا لب الموضوع الذي سنتكلم عنه يعني لا تموت فارغا انت الان ايها السامع سواء السامع الواقعي ولا الافتراضي لانه الحاله راهي لايف نقول لك انت الان اذا مت انت وش راح وش خليت في حياتك؟ ماذا تركت؟ ما اي بصمه تركتها في حياتك؟ ولذلك الان كاين واحد العمر كاين واحد العمر هو العمر البيولوجي يبتدئ او محصور بشهادتين شهاده الميلاد وشهاده الوفاه هذا كاع عندهم من الحيوانات كاين اللي عندهم يشفاو عليهم هذو اللي ربوا يشفا يعرف كيفاش زاد كيفاش مات لكن احنا نبحث عن العمر الاثري هذا العمر الاثري العمر الاثري نعطيه مثال ابن باريس عليه رحمه الله مات اظن عمره 51 سنه في الخمسينات يعني 50 سنه مات ابن باريس لكن هل عمر ابن باريس 50 سنه؟ لا، عباك عمر ابن باريس شحال؟ 133 سنه اليوم الى هذا، رانا 2022. كثر من فرنسا. فرنسا قعدت في الجزائر 132 وفاة فرنسا، فهو كبير على الحقبة التي عاشتها فرنسا في الجزائر. الناس راهي تحكي عليه. الناس تحكي كلنا يعرف عبد الحميد بن باريس، كلنا يترحم الان انا اترحم على عبد الحميد بن باريس عليه رحمه الله، اللهم ارحمه برحمتك الواسعه. لكنني لا اترحم على والد جدي علاش يوم ما نعرفوش انا نعرفش بابا جدي رغم انه لو كان بعد تهضر مع الوالد يقول لي بابا جدي جدو سنة يعني عاش 90 سنه ودار علاش ما نعرفوش لماذا لا اعرفه لم يتم نعم احسنت بارك الله فيك لانه اكل وشرب وتزوج وعمل وانجب اذا كنت انت تاكل وتشرب وتزوج وتجيب دلالي انت مجرد رقم في عدد السكان ماشي اوبسيون انت مجرد رقم تخلصي مقصود قال زعما عندنا 60 مليون 732 بعد ذلك مات 31 هذا ما كان القصد مجرد رقم الان العمر البيولوجي انت مجرد رقم فما كانش التمييز لا يوجد تمييز لاننا كلنا يتقن الاكل والشرب والعمل والنوم كلنا يتقن كاع نتقنوا لان الامور غريزيه كاع نحبوها لازم نتفاهموا بلي كاع نحبوها حضوركم الان تضحيه كاع ربما كان عندكم اشغالات كاين يعني عنده ارتباطات كاين عنده اشغال وجاء الان خلى اشغال ديالو وجاء تضحيه كسر سلام عليكم الله شيخ عمر بيجوا داخل الحلقه زين وقع
فقلنا انا وعشرين الف خلال يجينا قبل عشرين الف تركي وعشرين الف كراسي الله يخصوك الله يعمرك. الامام النووي شحال عمره مات؟ 45 سنه. من منا لا يعرف الاربعين النوويه؟ من منا لا يعرف رياض الصالحين؟ انسان عاش 45 سنه. 45 سنه دوكا تلقاه يفكر بشي حركه سريع يروح حيد زاير روح حتى روحي. سيدي الامام النووي دخل وخرج من الدنيا خلاص راح عند ربي 45 سنه. 45 سنه تصوروا يا ناس انظر الى اثاره شحال العمر تاع الامام النووي. العمر 638 او 33 الله لكن يعني في هذاك الوقت الهجري لهذا الوقت يعني العمر ديالو راهي شحال 800 سنه او 900 سنه. تصور ان الناس لا زالت تترحم على الامام النووي وغيره من العلماء. ولذلك اذكر لكم قصه انه احد قصه رمزيه يعني احدهم دخل الى قريه. السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. دخل الى قريه و اول شيء زاره في تلك القريه المقبره. فأصبح يقرأ في صفحات المقابر يقرأ فلاح أو قائد عاش شهرا، فلاح عاش أسبوع، معلم عاش كذا. جاء اليوم قال يا ناس كيفاش هذا إنسان يعيش شهر واحد عاش ثلاث شهور واحد عاش أربع أيام؟ قالوا له نحن نكتب ما أنجزنا. الأيام اللي نحسبها من حياتنا هي الأيام التي أنجزنا فيها شيئاً، التي قدمنا فيها أثراً. أما الأيام تاع الأكل والشرب والقاد والسياسة والنضوض هذوك ما نحسبوهمش من حياتنا. قالهم إذا أنا مت فاكتبوا مات قبل أن يولد. أنا ماني داير والو قالهم أنا، إما لا جاء قالهم مات قبل أن يولد. ولذلك الآن نحاول أن نحفز أنفسنا الآن في وضع الأثر في هذه الحياة. نقول مثلا الأرض، الأرض تدور حول نفسها بسرعة 435 متر في الثانية الواحدة، يعني وحنا رانا نديروا المحاضرة الأرض تدور دور 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 بسرعة كبيرة. كي تكمل دورة كاملة شحال؟ 24 ساعة. تدور حول الشمس 40 كيلومتر في الثانية الواحدة. كي تكمل دورة واحدة حول الشمس 365 يوم. إذا حالة قاعدة تتحرك، حالة قاعدة تصعد، أرض الضوء، الشمس، كل شيء يتحرك. أنت الآن لماذا أنت جامد؟ لماذا الآن أصبت بفيروس الرضا؟ الرضا ما معنى الرضا؟ أن أنت إنسان عندك القناعة في الموقف الذي أنت واقف فيه. الرضا في العبادات، يعني أنا أخاطب نفسي الآن نقول قال يا محمد فليسي الرضا في العبادات، يعني عندي واحد المده وانا اللي قعدت في واحد الريتم واحد تاع عبادات. اش ما زدت شويه؟ اش ما حاجه زادت هكذا في حياتك في العبادات؟ ربما قال لحياتي كاع مثلا انت تصوم زدت مثلا هذا العام قال وليت نصوم تليل وخميس، وليت نصوم التطوع، وليت اقوم الليل مثلا مره في الشهر. تقدم خطوه واحده. الرضا في المعلومات، الرضا في المحفوظ، شحال تحفظ القرآن؟ قال أنا نحفظ زوج حزام حفظناهم مثلي. زد شوية، شحال عندك مدة ما تقدرش تزيد شوية؟ زيد شوية، علاش ما تزيد؟ علاش راك راضي الآن متوقف في هذا الموقف؟ الرضا حتى في العطاء. لذلك الإنسان يحاول أن يحاسب نفسه، أن يراقب نفسه، أن يراجع نفسه ويرى مستواه في جميع المجالات. الآن لما نشوف واحد النقطة حساسة في المجتمع أو في حياتنا في وضع البصمة، المكان الذي نضع فيه بصمتنا أو الحيز الذي نضع فيه بصمتنا ما هو؟ هو العمر. العمر هو الذي نضع فيه البصمة، يعني هذه المرحلة من البداية إلى النهاية، هذه النقطة هذه هي التي نضع فيها البصمة، كما أنتم الآن وضعتم بصمتكم بهذا الحضور. أنفقتم جزءا من أعمالكم. أولا من خصائص هذا العمر
قال نقولوا لوحدينا مثلا، نقولوا له يا قاضي الاخ قلنا عمرك، حاول بذكاء وبسرعه اعقل العمر ديالك بالثانيه. قال انا في عمري 44 سنه وثلاث شهور وخمس او ثلاث اسابيع واربع ايام وست سوايع و 32 دقيقه و 14 ثانيه. هاي شكون اللي يقدر يجيبها؟ نقول حنا الان اي واحد فيكم يجيب هذا الجواب صحيح ولا لا؟ لا. الجواب صحيح؟ لا. لماذا؟ لانه الثواني لا تنتهي استمرار. احسنت بارك الله فيك. نضل نجيب الحلوه معايا انا غالب ما نجيبش الحلوه معايا. لانه الثواني الان من غير منتقى هذه معلش عمر غلط. لانه الثواني ما زالت في استمرار، يعني انت غير تقول لي في عمري واربع دقائق و36 ثانيه هي تقول لي 37. انت تقول 38 تقول لي 39 40 اذا ماش العمر لا يتوقف. لذلك لما العمر تاعك الان لا يتوقف، كونك انت الان جالس الان كبرت. وانت دخلت قعدت راك تكبر، وراني نهضر انا رانا نكبر، رانا نقترب من حد النهايه. لذلك لما يشوف الوقت ويشوف الثواني، قيمة الثواني في حياتنا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن رجلا يمشي في الطريق فوجد شوكا فأزاح الشوك عن الطريق فشكر الله له هذا العمل فأدخله الله الجنة. السؤال المطروح، تنحي شوكا من الطريق، بصمته مع البيئة، حتى البصمة ديالو في البيئة، نحى شوكا من الطريق بصمة بيئية. كونك انت تنحي شوكة من التلال شحال تاخذ وقت؟ 30 ثانية نديروها 30 ثانية، 30 ثانية تنحي شوكة من التلال، 30 ثانية دخلت الجنة. على بالك يقدر يكون هذا يا عاش 70 سنة، يقدر يكون عاش 80 سنة، باش تدخل الجنة تدخل 30 ثانية. إذا الثواني هذا لن نعيش فيهم. عزيزة بزاف تقدر ثواني دخلت الجنة، هذا من رحمة الله مش دخلك الجنة، من رحمة الله تبارك وتعالى. إذا من الآن كونك من الآن في هذه الثواني ننتقل إلى الصفة الثانية من صفات العمر، أن العمر ينتهي في أي لحظة، أي لحظة ينتهي العمر، ما عندوش تعلق بأمر زعما عمري. كنت درت واحد الكلمة للشيوخ الكبار. السلام ورحمة الله. كنت درت كلمة للشيوخ الكبار. أحد الجمعيات الآن للمسلمين. فدرنا كلمة. هذه الكلمة كنا تكلمنا على أن مسألة الشيخوخة. كنا نتكلم عن الشيخوخة. فقلنا الشيخوخة الآن إذا كنتم الآن تروا أن الشيخوخة هي عبارة عن اقتراب من الموت ذلك أكراد ما نفسرهاش هكذا، لأنه علاش؟ لأنه أي واحد يقدر يموت. فلو كان هذا لك قال آه شيخ كبير يموت، إذا كاع شيوخ أحمر كاع شيوخ أكبر، مادام كلنا رانا قريب الموت. ولذلك هذا العمر ينتهي في أي لحظة. ولذلك إذا كان أنت الآن في حاجة سريعة يعني لا تتوقف وقد تنتهي في أي لحظة، ما عندكش يسار. شرطه لازم نعطوا لها قيمه باش نغتنموا اي فرصه تكون عندنا. ومن خصائص هذا العمر ايضا مقارنه مع الامم السابقه انه قصير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعمار امتي بين الستين والسبعين وقليل من يجوز ذلك. يعني الاعمار تاع امه النبي صلى الله عليه وسلم راهي 60 70 سنه، هذا هو المعدل يعني المعدل تاع الامه. لما نجي احنا نشوفوا الان الامم السابقه نتصور اللي يمكن يعيشوا بزاف، قاومنا كما قال الله عز وجل عن قصه نوح الف سنه الا 50 عاما، يعني اتصور لي 1000 سنه او 2000 سنه او 1200 سنه، اما الان امه محمد صلى الله عليه وسلم يعني العمر ديالها قصير، فاذا كان العمر ديالنا قصير يحتمل ان نجتنبها. لذلك الله عز وجل جعل لنا طرق
كيف نمدد أعمارنا لأعمار الأمم السابقة؟ فجعلنا عبادات تعبد الله عز وجل، عبادة عندك ألف مثلا كليلة القدر عند أكثر خير من ألف شهر. جعل أن لئن أمشي في حاجة أخي حتى أقضي يوم خير لي أن أعتكف شهرا في مسجدي هذا. يعني عبادات فيها صغيرة والأجر فيها كبير. علاش؟ قد ما أنت تنوع قد ما تجي يوم القيامة وتلقى الأجر ديالك كبير. ومن أكبر ما يجعل عمرك يتمدد إلى أعمال الأمم السابقة وهي وضع البصمة في الحياة. وضع الأثر في الحياة، كونك تضع أثرك في الحياة، أنك لا تموت فارغا، ما تموتش بشهادة الميلاد وشهادة الوفاة تنتهي الحياة تاعك. بمجرد ما تموت قال علمكم غير تموت. البارح كنت في جنازة توفى الرجل عليه رحمة الله عمي عاشور، فبمجرد ما مات يوليش عليه هو عاشور، هو راه ميت. وبعد بمجرد ما نغسلوه يغسل الإنسان وينسب لما ينسب للجنازة. يقول لك وقتاش يسموا الجنازة؟ عليه الجنازة. ينسب إلى الخشبة اللي راه يركبوا فيها، ما يقوليش يحكوا عليه. فبمجرد ما يدفنوه حنا واش نبداو نديرو؟ نبداو العشية نبداو نحوسوا كاش نكتة تشفى نهار واحد المرة ضحكني ونحكوا الضحكة زوج وخلاص. أما الذين وضعوا آثارهم في هذه الحياة هي حياتهم مازالها تتمدد. كما قلنا ان ابن باديس الان اليوم 33 سنه ما زلنا نحكو عليه، ما زلنا نترحم عليه، ما زلنا نترحم عليه. ولذلك من خصائص العمر ايضا انه يقاس بماذا؟ يقاس بالوقت. فما يقولوش واحد مات في عمره يقول او مات مثلا مات فلان يوزن 70 كيلو، مات فلان 280، الله يبارك يا اخي 280 مات تسمى يحكوا على لا يقاس على 70 سنه 60 سنه. فالعمر ديالك الان يقاس بالوقت. من هذا المنطلق يا اخوان نقول ان الانسان الان لما تتمد وقتك لواحد اخر واش مديت؟ مديت عمرك، عمرك مديته، العمر ديالك عرفت مدو الانسان واحد اخر. معناتها حكمت جزء من العمر ديالي اللي هو كي خلاص لي نموت انا حنا مدو لهذا الانسان. ولذلك لما نلقاو العبادات المتعدية نلقاو فيها تشجيع كبير لأدائها. لماذا؟ لأنك تمد أنفس معينك. لئن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها له خير لي من أن أعتكف شهرا في مسجدي هذا. يعني تلقى تتمد شوية، تروح مع الإنسان البلد اليوم تفري له الشوا ديالو حتى يخرج كواكب ولا فرضا أي مشكل واحد آخر توقف معاه. فانت الان كونك لغيت الان مصالح تاعك ومصالحك الان تعطيها لاخي، الان الغيت جزءا من عمرك. القائم على الامر والمسكين كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا ينام. يعني كونك الان تعطي جزءا من حياتك. ولذلك لما نتصفح صفحات الذين تركوا بصماتهم في هذه الحياه، يعني لما الان نعود ونشوف الناس بخلاف اطر في هذه الحياه نلاحظ او نجتمع كلنا على ان عندهم عامل مشترك. ما هو هذا العامل المشترك؟ محافظة على الوقت. نعم؟ محافظة على الوقت. الله يبارك فيك شيخ. العامل المشترك في كل ما الناس الذين تركوا بصماتهم في هذه الحياه وهي التضحيه. كاع يضحي. التضحية خروج عن المعهود والمرغوب والمطلوب. خروج عن المعهود والمرغوب والمرغوب. الإنسان الآن يا إخوان لازم نتفقوا باللي كلنا يعني كل إنسان فينا عندنا غرائز. كاع نحبوا نرقدوا ونوضوا وقتاش نوضوا. كيف راسنا القات؟ هذا هو الغريزة الحيوانية. كونك الآن تضحي تلغي أنت الآن رغبتك من النوم وتنوض تصلي صلاة الفجر. كلنا يريد ان ياكل لما يجوع. كونك انت الان كاين الماكلة قدامك وكاين الماء البارد امامك وانت الان ما تاكلش وانت الان ما تشربش بثت ضحيت. انت الان خرجت عن المرغوب وعن المطلوب للنفس. انا اللي حاب ناكل يا ناس. لذلك بعض الكفار يدخلون الى الاسلام لما يلقاوش هذه التضحيه الغير منطقيه في راسهم. كيفاش انت تقدر دير هذا الشيء؟ ولذلك الان اذا الانسان
هذا ما على أن يضع بصمته في هذه الحياة، أن يضع عنوانه اسمه التضحية. لازم تضحي، لازم تكون عندك تضحية في هذه الحياة. فننتقل إلى نقطة وهي كيف أضع بصمتي في هذه الحياة. خلاص رغبتنا أستاذي، رغبتنا وحبينا نضع بصمتنا، وأردت أن لا أموت فارغا، أردت أن أضع بصمتي في هذه الحياة. باختصار شديد لأن الوقت ما قعدش معنا، ما زال الوقت شاد، ماشي غير ربع الحج، هاي خلاص ما شاء الله. أولا الإخلاص، أحبكم من خصائص الإخلاص أنك إذا عملت لله يتكفل الله عز وجل بنشر هذا الأمر. الله عز وجل هو الذي يتولى رفع صوتك في هذه الحياة، هو الذي يتولى القبول، هو الذي يتولى فتح القلوب للناس. ولذلك الآن نلقوا علماء كما قلنا، ذكرنا النووي عليه رحمة الله عاش 45 سنة، وبعد 45 سنة تاعو ألف بعض الكتب. الآن الكتب منشورة ومطبوعة ومترجمة في جميع العالم في وقت ما كانش لا تكنولوجيا. حنا اللي قررنا نحللوا ونحللوا هذا، يدير نقطة مع ديالناس، بارطاجيو من فضلكم ربي يجازيكم، بارطاجيو لنا، اشتركوا ديت وما تلقاش، مع الفيديو هذا كيموت فيه والو ما يروح، ماشي محسوب قاعد. وتلقى انسان دوك، كنا نتكلموا انا الشيخ على احد الدعاة الان، ما عنده لا فيسبوك، ما عنده لا وسائل التواصل الاجتماعي، ما عنده الاخر، يدير هكذاك وحده ولا يدير، تلقى الناس تدير له مقاطع وراه منتشر، الناس قاعد تحكي عليه، والناس قاعد يتبعوه، والناس قاعد يتبعوا الان المقاطع وتتاثر، وهو لا يعلم بهذا الامر، لا يعلم، السيد راه يدير خطب عادي. ولذلك الاخلاص لله تبارك وتعالى. الامر الثاني، حدد هدفك. حدد الهدف تاعك، اعرف انت الان واش راح دير، واش راح حاب دير. اكتب الهدف تاعك، اكتبه، قال انا مثلا هذه السنه واش راني حاب ندير؟ واش راني حاب نقدم؟ واش راني حاب اترك بصمتي في هذه الحياه؟ ان اكتب هذا الهدف. ثالثا، ان تخرج او اخرج نفسك من دائره الاحلام. خلونا من دائره الاحلام تاع راني حاب ندير ونتمنى نكون كذا ونتمنى نكون كذا، لا. الخروج من دائرة الأحلام بالمبادرة، أن تبادر بخطوة واحدة، أن أبادر بخطوة واحدة. الآن الشيخ عمر مثلا أحسن بي الظن، قال يا أستاذ لا ممكن تجيب يا ودينا ماشي تعالى دير تلقي والمشايخ هذو ربي يحفظهم، لكن معليش نجي ونقدموا واش نعرفوا. ببساطة يا شيخ ما نقدرش نجي، على ما نقدرش نجي، سؤال واحد عادي ما نجيش، وهو يجي يقول اه كله ما كلوش، ولادي تاع لقيت يوم سته راه فارغ، وما كان حتى واحد هنايا، قد سبت لي فات بالك البارح، وهكذا راه فارغ. المبادره، المبادره ما انت تبادر وانا ابادر ونمشي حتى نضع بصمتنا في هذه الحياه. رابعا الاصرار، الاصرار، ان الانسان لما يضع الهدف ديالو ويبدا يمشي فيه راح يتلقى عقبات اللي حنا نتكلموا عليهم، راح يتلقى عقبات، هذه العقبات التي سيتلقاها فيها في مساره عليه بالإسراء. والإسراء ربما الشيخ عمر كان قادر كما نقول كان عندنا الوقت يحكي لنا مليح عن الإسراء، خاصة كيف وصل هذا العلم إلينا، كيف وصل هذا الحديث إلينا، إلا بإصرار علمائنا اللي كانوا يباتوا كانوا يجوعوا كانوا يرقدوا كانوا يحفاوا كانوا ربما يتلقون الصعاب الصعاب حتى وصل لنا هذا الدين. لذلك الانسان يجب ان يعلم انه ماشي بمجرد ما يدير فكره وما تقول انا حاب ندير هذه الحاجه وما تتحقق، لا لا، راح تقاوم وتثابر حتى تحقق هذا الهدف. ثالثا، عقبات في طريق صناعه البصمه. أول عقبة من هذه العقبات، ولو كان تخلص من مجال تاع التخصص تاعي الأمم النفسية، أول عقبة في هذه من هذه العقبات وهي العقبة الداخلية. ما معنى العقبة الداخلية؟ أن هذاك الصوت الداخلي الآن الذي يتكلم معك وهو ضعف تقدير الذات.
في ضعف تقدير ذاتك أن يعني الإنسان، وهذا أمر أعهده الآن حتى في الاستشارات، لما يجون الناس الاستشارات النفسية الآن نلقى في غالب الناس عندهم ضعف تقدير الذات. كيف الناس يحقروا روحه دائما، حتى أنه في بعض الأحيان نحكي الكرسي نحطره نقول له ولا نقول لها نقول لها شوفي أنا خرجت هذا الإنسان، أنا خرجتك أنت أو أنا خرجت هذا وحطيته هنايا، احكي لي عليه. ماشي شباب ما يعرفش يهضر، ما يعرفش يقرا، على بالي بلي ما ينجحش، على انت يحكي عليه يصف نفسه. ولذلك الان الانسان في بعض الاحيان لما يجي ونبداو نتكلموا على الخطوات والقدرات يقول لك انايا واش نقدر ندير انايا. مرة واحد الصياد كان يصيد وكانوا قدامه صيادين أو يصيد، رزقه الله هذا الصياد، كان دائما يطلع، كي يطلع حوتة كبيرة يرميها وكي يطلع حوتة صغيرة يخليها، حوتة كبيرة يرميها، نعم نغلقوا ولا ثقة، كيما حبيتوا ما تقلقوش، قال كي يطلع حوتة كبيرة يرميها وكي يطلع حوتة صغيرة يعاود يخليها. قلقوا من الصيادة، قالت هذا احنا ما ناش نصيدوا كاع، هو راه يصيد ويطلع ويرمي. جاو ليه قالوا له مسكين فهمنا الامر الذي تفعله، كيفاش انت الحوته الكبيره ترميها والحوته الصغيره تخليها؟ قالوا النقله ديالي صغيره، النقله ديالو صغيره، فالاشكال انه الان في عضو يبدل النقله ديالو راه يتعامل مع يضيع الفرص. ولذلك الان في بعض الاحيان عوض ما الانسان يراجع نفسه ويقوي من تقدير ذاته ويشجع نفسه ويكتشف قدراته فيما يمكنه ان يضع بصمته في هذه الحياه، يضيع على نفسه الفرص ويلقى الفرصه تجي قدامه يقول انا ما نقبلهاش، تقربينا ما نقدرش نقرا، دير كلمه ما نقدرش ندير كلمه، اين انا من فلان وفلان وفلان وفلان، لا لا ويقعد يتهمهم بالكبير. يا اخي كل واحد يدير وش هو قادر، كل واحد يدير ما يستطيع ان يفعل. الامر الثاني، هذه النقطة فقط ماذا بيا نتفقوا عليها فقط خاطر يكون لي صارنا فيها إشكال، مفهوم؟ وهو علو الهمة، علو الهمة من عقبات وضع البصمة. كيفاش علو الهمة؟ في بعض الأحيان طلب الكمال يفسد الأعمال، في بعض الأحيان الإنسان يولي إما يدير حاجة لفوق ولا ما يديرش. احتقار سد الثغرات البسيطة، الثغرات الصغيرة، هذيك الثغرات الصغيرة يعني نحتقرها، فلا يعني إما نديروا بصمة كبيرة أو لا نفعل. حتى أنه في بعض الأحيان أحد المواقف قلت لهم الآن الإنسان يجي يقول لك أني متمني نبني جامع، ماشي مشكل ما شاء الله نعمة أمنية كبيرة. قلت لهم صح أنت نسيت سؤال في المسجد، قلت لهم نسقسيكم سؤال من سراب انت الان حاب تبني جامع، بصح ماكش قادر لاك قادر تشري طب صابون، علاش كنت البارح تعيط على الصابون؟ قلت له انت البارح كنت تعيط في بيت الوضوء كي خرجت قلت ايا جامع ما فيش بيت صابون ما فيش لغه، كي شري طب صابون؟ قلت له مازلنا ندخلوا المساجد ونديروا الاحذيه تاعنا في اكياس ممزقه ممزقة، كيس ممزق ديرو هكذايا زعما تقمط صباطك وتحطو باش هنفك المويه من صبو. يا ودي الباكي دير 5000، 50، 5000، 5000، دير 50 كيس، تروح تشريهم وتحطو نتا 50 كيس، دير بصمتك، بصمتك، ما يخش الصابون في المسجد تاع حوتي، علاش؟ معروف فلان كان كل يوم يجي يحط يشري طب صابون ويحطو، عمرنا لا خص الصابون، نهار مات عرفنا بلي خص الصابون. علاش كان كل يوم يجي يحط يشري طف صابون يدير 2500، ما يخصوش الاكياس. المبادره تكون تبادر. صليت مره مع واحد في المسجد وبعد خرجنا وبعد قال لي كنت خرج، قلت له شوف انا كنت خمسه وانا نلفت خمسه وراهم صلوا معنا 1000 ولا 500 واحد، راح نلفتوا 2500 تخشار في المسجد. نبادر كاع يعني نغيروا الواقع الذي نعيشه. ولذلك الان لما انت تشوف الخشاب اللي صغيره وتشوف باللي مثلا كوني شري صابون صغير، كوني نعلم صوت الفاتحه الفلان صغيره، كوني انه انا نحفظ القران او نعلم المحو الاميه مادام ندير جامعه انا ماشي هذه الامور، وانت ما راك دير والو.
ولذلك نعود نقول الاحاديث التي ذكرناها، شوفوا بصمات صغيره ادخلت اصحابها الجنه. يعني الانسان ازاح شوكل دخل الجنه. مرقى باغي من بغايا بني اسرائيل سقط كلبا، بيئه او بصمه حيوانيه خدمت كلب، جات حطت البصمه ديالها في كلب. شحال الوقت تاع كلب؟ شحال الوقت تاع سقيا الكلب؟ كم ساعة زوج سوايع 10 دقائق 5 دقائق هبطت عطات له شرب وراحت. فيما تفعل الله عز وجل بهذه البصمة التي تركتها في الكلب، الله عز وجل أدخلها الجنة. إذن والله يا ناس لازم نتفقوا باللي شكون أنا كاع قادر ندير، وأنا قادر كاع نؤدي نقدم ونضع بصماتنا في هذه الحياة. ثواني تدخلك إلى الجنة، ثواني قد تغير مجرى الحياة. أنت تفكر فقط وأن تبادر في وضع بصمتك في هذه الحياة. أيضا من عقبات وضع البصمة في هذه الحياة الواقع الذي نعيشه هو رأي الناس. رأي الناس في تحقيق الأهداف. في بعض الأحيان الأهداف بعضهم في المجال النفسي يقول إذا أردت أن تحقق هدفا فلا تقصه على أحد. ما تحكي لحتى واحد. وعملي باستئذان الشيخ عمر لي اذن بهذه الملاحظه هذه، انا درت هذه النقطه هذه درت لها ضابط، قلت انا نخلو قص الاهداف لانه نحكي الاهداف تاع الغير كالرؤى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقصها الا لمن تحب. الانسان اللي تعرفه اللي يحب لك الخير ويوفقك احكي له الهدف تاعك. اما الانسان اللي مرزان ما مالكش انا ما تقولوش، لانه غير تجي تحكي حكايه والله لا تتوقف. خطيك، صعيبه، ماشي سهله، شكون يجيك؟ بعد شكون يجيك؟ شكون يجو؟ شكون يروحوا؟ نقصونا كراسه احنا ماشي، ولا لا لا، ولينا نحكوا دوك على كراسه. يعني شكون راح يجيك؟ مع الاخر سبحان الله تبارك وتعالى، انت الان بادر فقط. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عزمت او قلت لرجل من الانصار هيا نطلب العلم. نطلب العلم، قال له يعني ماذا تفعل وفي القوم فلان وفلان، يعني كاين عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق واش دير انت يا قال واش حتقدر؟ قال ثم يحكي مسيرته في الاسرار بإصرار ابن عباس رضي الله عنه في طلب العلم، فقال كنت لما أسمع الحديث أذهب إليه وأبيت عند عتبة بيتي. بعد سنوات هذا الرجل من الأنصار وجد ابن عباس جالس والناس من حوله ملتفين، فقال إن هذا الفتى كان أعقل مني، إن هذا الفتى كان أعقل مني. ولذلك الآن الرجل من الأنصار وصله تكون يعرف، أنا ما نعرف، ربما واحد نعرف ابن عباس. ولذلك وضع البصمة في هذه الحياة تقدر تتغير بكلمة. ولذلك العالم قال طلبت العلم عند خالي، كان يطلب العلم ومما جلس عندهم خاله، قعد عنده مدة خاله عند خاله يطلب العلم. فمر خاله قالوا أنت، أو ربما قالوا أنت لا تصلح لهذا العلم أو لا تصلح لهذا الشيء. فنقدر نقول احنا بالدرجة تاعنا داقتلو، كيف أنا ما نصلحش؟ أنا نحب العلم تقول لي ما صلحش، شافوا بلي ما غير متميز. فقالوا أنت لا تصلح لهذا. قال لك فخرجت من نادي خالي وغير المذهب أيضا، حتى المذهب غير، وراح طلب العلم في مجلس آخر عند علماء آخرين، طلب 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 حتى تميز. ومر في درس رفع رأسه ووجد المسجد كله ممتلئ، قال والله لو أن خالي حيا لكفر عن يمينه. الإمام هذا هو الإمام الطحاوي، وكان يدرس عند خاله المزني. فتصور الآن رأي عالم لكفر عن يمينه، رأي تعالم قال له أنت لا تصلح بهذا. الإنسان الآن كونك أن رأي الناس قد يغير أو قد يثنيك عن وضع البصمة في هذه الحياة. فأنا دائما أقول لا تجعل آراء الناس حقيقة فيك، ما تجعلهاش حقيقة، اجعلها لك فائدة ولا تجعلها لك قائدة.
لا تجعل آراء الناس لك قائدة واجعل منها فائدة، يعني أخذ منها الفائدة، ما تجعلهاش لك قائدة. مش تقرأ أوه تمام، ما تعرفش تقرأ خونا يحبس المزيج الغرب، ما تعرفش دير دروسك لا تخبر، أنا ربي لا مزيج ديال يحبس، لا ما تعرفش قول لي راني نحبس بروحي. لكن لا تجعلها لك قائدة. أيضا من عقبات وضع البصمة في هذه الحياة وهو تعليق البصمة بالظروف، وهذا صمم الظروف أتعبنا جدا. الظروف الآن خاصة مع تشتت الحياة الآن خلتنا الآن كل واحد يعلق روحه بحاجة، كي يقول شوف أنا غير متزوج بإذن الله نبدا، وبعد الآخر يقول شوف أنا غير مستقل، يقول الله ديال خلاص أنا بديت لحالي مشكل كبير من راسي، وبعد يقول الله ديال متزوج ودايرين يخرجوا له حكاية جديدة، وبعد الآخر يقول لك في كذا، وآخر يقول لك لبنان في شغلي، بعد هذا هذا هذا، ونحن نعلق ونضيع حياتنا بهذه الظروف التي نعيشها. أصاب العمى أحدهم فأصبح عالة على أهله، وأصاب العمى بن باز فأصبح قائد أمته. أحمد ياسين مشلول شلل الرباعي أرعب اليهود حتى ما قدروش يسيطروا عليه من طائرة المخ، شنو مشلول كيف غادي يقول لي مشلول أنا يوم اللي في الدار وراهم يديروا فيك وش هو هذا الشيء خلاص هذاك أعمار يعذر نفسه. لكن لما الهمة ولما الإرادة تتغلب على الظروف، فالآن حاول أنك الآن ما تخليش الظروف ديالك تولي عائق في وضع بصمتك في هذه الحياة. أيضا من عقبات وضع البصمة في هذه الحياة وهو استعجال النتائج، استعجال النتائج، أن الإنسان يستعجل النتائج. وحتى نبسط هذا العنصر، سيرة محمد صلى الله عليه وسلم الأكبر دليل على أن وضع البصمة لا تحتاج إلى استعجال النتائج. فشتان بين تبا لك ألهذا دعوتنا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الجبل لما وقف ورأى آلاف الناس قد أسلموا، شتان بين لو أسلم عمر أو لأسلم حمار عمر، وبين لو عثرت بغلة في العراق خفت أن يحاسبني الله عليها، شتان بين البداية وبين النهاية. لذلك في بعض الأحيان الإنسان مفطوع على بالك الانسان يحب الكاش، من التجار يكون يخرج ويخدم يحب شغل يخلصوا الكاش هذا كريدي بعد يخلص يتعب، واذا حتى في تعاملنا مع العبادات الان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنات بعشر امثالها، معناتها بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف عندك 190 حسنه نعمه ما شاء الله. اذا كي تقرا القران شوف شحال دخل حسنات، شحال القدم تدخل حسنات في النهار؟ ايه الغرايه وشحال وقت منذ متى لم تقرا القران؟ لا عندي مده على بالك. علاش؟ لماذا؟ لا نتشجع في قراءه القران وان نضع لنا وردا نحصل به هذا الكم الكبير من الحسنات. لماذا؟ الكاش ما كانش الكاش كريدي حسنات يوم القيامه حسنات نفشلوا. لكن لو كان كي تقرا اليوم بعد تلقى الصرف بدا داخل جيبك، ما تلقى تقرا بعد تجيب كوي تنفخ، من بعد تسنى الدنيا من هيد الدنيا خليني نقرا، نقرا ورش حفص قالوا وغير نقرا، جاي من عند الخباز نقرا، وين نروح نقرا؟ هذا الجراني نقرا، ما نديرلكمش محاضرة، نقعد نقرا. فالشاهد انه استعجال النتائج من اسباب الفشل في وضع البصمة. ولذلك نصيحتي لنفسي والإخوان والله كان انت دير دير انت ما تقدرش تعرف النتيجة على الله، لكن انت دير قل كلمة ديالك، الكلمة ديالك قلها، البصمة ديالك ضعها، الإنسان ببساطتك قل الكلمة ديالك ما تعرفش النتيجة. ولذلك كانت واحد القصة قريتها مرة أنه أحدهم في أمريكا قال حب يوسع مطويات بالعربية، مطويات مكتوبين بالعربية، فهذا اللي كان يحكي بتاع مطويات كان جاي واحد الانسان قال جا واحد يعني معمر بالوشم
مش كاع الجسم ديالو مش موديل هوشا وهادو الاخرين اللي خلقوا تاع امريكا كافر ما تتصورش لو كانت دير نقطه بلي نتيجه يعني ندير هذا العنصر هذا نضعه بين اعيننا لا يمكن ان نعطيه عضويه في باب العربيه هو قال كان يعمل من جهله ودرو مدلوم طويه سنتين مدلوم طويه شدها كي راح واش حب يدير شاف المطويه هذيك هو كي قعد له مكان فارغ في بطنه باش يوشم المطويه هذيك عجبته شو الكتيبه معوجه الف طالعه باش والبازينه باش ولا وقال نوشم نوشم هذه الكتيبه هذه فلما جا يوشم الكتيبه هذه يسقاها باش يوشمها في جسمه قال تمسحها ما نقدرش نوشم حاجه ما نعيش فيها حكم دخلها سقاها دخلها في قال واش فاهم هذا الاحرف هذه نعم قال له عربي فترجم هذاك الكلام الى الانجليزيه فبدا يقرا بدا يبحث عن الاسلام دخل الاسلام ونزح كل الوجه وتروا صورته يعني لما شفت الصوره ديالو بالوشم وصورته بغير الوشم يعني اتصور من الانسان قدر تاتي بالوطنيه باش يوشمها بعد يدخل الاسلام تسمى تحوس نتاع اللغه العربيه تسمى تحوس نتاع زعما باش انا نشرح زعما نجي ندير محاضره ماذا بيا نجيب شويه اشعار نشبح شويه المحاضره نخلعكم شويه شنو الدراسات الامريكيه التي لا باش تقدر زعما تقدر تاثر لا لا ما حد صح ماشي مشكل لكن النتائج ماكش مكلف بها ولذلك كان واحد المركز في احد البلدان النائيه الان داروا مركز اسلامي فلما جاوا يفتتحوا المركز نور المحسن الذي احسن الى الناس فشاف المركز فارغ كانش الناس نسيبوا فيه قالوا يا ودي حنا في منطقه نائيه وما كانش الناس قال لك شفت زوج قاعدين من شباب رحت ليهم بديت ادعوهم الى الله بدا يدعوهم الى الله وبعد قالوا لي شيخ ما انت تحسن الانجليزيه قالوا لا ما كنتش نهضر معاهم ما نعرفش الانجليزيه انا قالوا كيفاش كنت تهضر نهضر بالاشاره يهضر بالاشاره يحكي صاحب القصه قال لك بعد سنوات كنت جالس في المدينه اقرا القران فجاوني جاني شاب السلام عليكم قال عليه لكنه الاعاجم قالوا انت كنت سبب في دخولي الى الاسلام قالوا كيفاش قالوا عندها سنوات شبه اللي هبط مع ولد الزوج كي راح تنتهي عاودنا بحث ما دخلنا الاسلام ودبس الجنة في المعهد في الجامعه في المدينه ورانا نقراو في الجامعه انا وصديقي ما عاد نجيب لك صديق تتصور من الاشاره دخل الاسلام انت مطالب انت الان بالنتائج انت مطالب بالاسباب انت مطالب بالمبادره بالغ بالغ فقط مطالب بالمبادره ايضا من عقبات وضع البصمه في هذه الحياه وهي المقارنه بين حجم الفساد وحجم الاصلاح على بالك الانسان لما يقارن بين حجم الفساد وحجم الاصلاح يلقى روحه شغل من شده شغل نعطوا مثال في بعض الاحيان بعض النساء تدخل للدار وتلقى الحاله كاع مخربه زعما فاتها الشغل وكانت مشغوله وخربوا لها الدار وماشي مسؤولين بعض الاحيان ديرها من شده التعب النفسي ترتبط قلت ما قدرتش ماني قادر من السوال من شده من حنا بداها مازال مانيش قادر هذوك في بعض الاحيان الانسان لما يغوص في عمق المجتمع وبعد يبدا يشوف المخدرات ويلقى الشباب والالحاد ويلقى المشاكل وغير ذلك من الافكار المنحرفه وانحراف الشباب وبعد زعما تجي تدير كريمه تجي دير زعما مطويه لابس نشرها غير حد المطويه تاعك بصح دير تهدي الناس راهي تيك توك الناس راهي هاربه وبعد تلقى الناس هاربت ما عندها دير والو لانه لما تقارن حجم الفساد وحجم الاصلاح سنين ورا فانت ما راك دير والو محاضرة في نادي التغطية ما تقدر دير حتى حاجة فتفشل ما تديرش ولذلك يذكر أهل السير على اختلاف صحة الرواية لكن يذكرون أهل السير وهذا مشترك تجدونه في كتب السير حديث النعيم بن مسعود النعيم بن مسعود هذا أسلم أسلم دون أن يعرف الكفار هو كان مع الكفار ودخل الإسلام بصح ما عرفوش الكفار بين رواه مسلم جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنني قد أسلمت ولا يعلم الكفار بحالي فهل لي بشيء النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول أنت غزوة الأحزاب يعني الكفار قاع بني قريظة وغطفان وهادي وهادي والأحزاب قاع اللي اجتمعوا وترك واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا ربح يا رحمن وخلاص مش حكم
لماذا قالوا ماذا قال لهم الجزيرة؟ قالوا خدين ما استطعت، إنما الحرب خدعة، خدين ما استطعت، دير واش قدرت، خدين ما استطعت. فراح بدا يعني الفرقة بين الأحزاب، يعني هذا واحد فقط. ولذلك الآن لا يعني لا تحتقر نفسك ولا تحتقر جهدك، إنما عليك بالمبادرة. أيضا من عقبات وضع البصمة في هذه الحياة، وهي نقدر نقول احنا المقارنة بين البصمات، كل له بصمته. يعني الآن لما أنت جيك مثلا، جيت الآن تقول والله راني حاب نجتهد، راني حاب نقدم أضع بصمتي في هذه الحياة، تحط بروباليس الآن كقدوة على باب التفشل، ونحن نحق راني حاب نولي كيما بيوم تصغر ونحن نحق التفشل، تحط فلان تفشل، ومن بعد تحط روحك بلاصة فلان، قال أنا حاب روحي قدام الشيخ فلان، لقاه شيخ الله يبارك فيه فاصح في اللغة ديالو، وعنده معلومات فائضة وكذا، ومن بعد يبدا يهضر معايا ونحن نحق كيما الآخر راح يجبد روحي، ومن بعد الآخر يجبد روحه هذيك. كل له بصمته، كما يذكر واحد القصه يعني مرحبا بالشيخ. ف يذكر واحد القصه انه يعني تجربه يعني رمزيه، انهم وضعوا يعني سؤال الى قرد وفيل وطائر سمكه، قال لهم الذي يتسلق هذه الشجره هو الفائز. شكون من الذي يفوز؟ هو الفائز لأنه يحسن هذا الأمر. فالآن لما الآن نحطوا كاع القدرات نحطوها في مجال واحد، ما نمشوش، ما نقدروش نمشي، علاش؟ أنت رجعت تقدر تفوز. إذا درنا في رفع الأثقال يفوز الفيل، إذا درنا الآن في في في, في الغوص تفوز السمكة، إذا درنا في الطيران يفوز الطائرة، فكل له بصمته، كل عنده البصمة ديالو في هذه الحياة، كل واحد يمشي يقدر يدير. فانت الان ما تشوفش روحك بلي انا مثلا بعض الاحيان قلت انا ما قريتش، وبصح كنت نقرا مليح وخرجت من المسجد. الله قال راحتي، هذه راحتي، شو راحت حياتي؟ لا ماشي كاع نديرو دروس، ماشي كاع نديرو محاضرات. تقدر انت دير حاجه والله ما يديرها لك المحاضر. وانت الله عز وجل فتح عليك في امر لم يفتح عليه في اخر. لذلك لما بعث عبد الله بن المبارك الامام مالك قال يا ابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب، إلى آخر الأبيات. فالإمام مالك رد عليه قال الله عز وجل جعل في الإسلام أبوابا، فرب رجل فتح الله عليه في باب الصدقة ولم يفتح عليه في باب الجهاد، ورب رجل فتح الله عليه في باب الجهاد ولم يفتح عليه في باب العلم، ورب رجل فتح الله عليه في باب العلم ولم يفتح عليه في باب الصدقة، فكل يسد بابا من أبواب هذا الدين. ولذلك الآن لازم يعرف الإنسان أن الحياة تاعو راه متفقين، حياة قصيرة تنتهي في أي لحظة، ما تتوقفش. أنا اللي حاب نعبر بصمتي في هذه الحياة، واش نقدر ندير؟ ندير. واش نقدر ندير؟ ندير حاجة، نقدر أنا نديرها وتقدر أنت تدير، أنت تدير، أنت تدير، كل واحد يقدر يدير حاجة. كل واحد يمكن أن يضع بصمته في هذه الحياة. لأننا يا إخوان والله يعني عيب علينا. عيب علينا لماذا؟ لأن شوف ديننا دين البصمات، دين التضحية، دين أن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، دين أن التضحية. تلقى الآن نعطوا مثال أمريكا. في أمريكا الآن احنا ندخل مع أمريكا لأن أمريكا يهتمون بالإحصاء، يعني يكتبوا يجربوا ما قدموا خير. أمريكا الآن عندهم في التطوع عندهم 20 مليار ساعة تاع ناس متطوعين، يعني بقيمة 130 مليار دولار سنويا. يعني أبصروا كاين بعض الهيئات الإغاثية مشتركين فيها 15 مليون واحد، 15 مليون واحد مشتركين في جمعيات إغاثية. لما داروا دراسة لقاو باللي مجموع الجمعيات الإغاثية والتعاونيات في البلدان العربية مجموعة لا تصل إلى عدد الجمعيات في أمريكا. يعني الجمعيات في أمريكا كلها تفوق كاع عدد الجمعيات في البلدان العربية. السؤال المطروح وراه أن هما الآن تسقسيه تقول له أنت اسمك فلان فلان فلان، واش من جمعية مخارط؟ واش من يعني عمل تطوعي دير؟
قلت انا مخاط في كذا، في البيئه، في الحيوان، في غير ذلك. انت الان احنا عندنا فراغ، نتفق على انه نعود نقولوا العقبات، نعود نقولوا الظروف، قال يا شيخ سمع الظروف، العقل ما هوش مليح، ونحن ما هوش مستقرين، لكن لا نستسلم لهذه الظروف. لا نستسلم لهذه الظروف، ولذلك الانسان يحاول ان يضع بصمته في هذه الحياه، وان نترك اثرا في هذه الحياه، ولا نريد من ان يكون نهايتنا بالموت، يعني بمجرد ما تموت خلاص نهايه ذلك. يقول فلان كان كان. ولذلك كما قلنا في البداية، ولدنا يوما ما وسنموت يوما ما، فهل نحن في المنتصف أو في البداية أو في نهاية الطريق أو في طرف الطريق؟ ربما يجي نهار كما قلت حنا راح يكونوا ناس ماشي معنا، راح يكونوا ربما أنا. ولذلك الإنسان يحاول أن يضع بصمته في هذه الحياة، وأن يترك أثرا في هذه الحياة، وألا يموت فارغا. أظن أني احترمت الوقت وزدت منه شوية، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يوفقنا بخير وصلاح، وأن يسدد خطانا، وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك. بارك الله في أستاذنا الفاضل على هذه الكلمات الطيبة وهذه الكلمات الرقراقة. ولعلي أذكر بعض النقاط من باب التتمة لما ذكره أستاذنا الفاضل، فقد أجاد وأفاد. وأتذكر ما قاله علماؤنا من السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو يتحدث عن الإمام النووي وعن غيره من العلماء الأفاضل الذين تركوا بصمتهم في هذه الحياة. أتذكر قول القائل: بحسبك أن أناسا من الأموات بذكرهم تحيا القلوب، وأن أناسا من الأحياء برؤيتهم تقسو القلوب. كما يقول واحد عندنا، كاين الناس تشوفوك الخبز اليابس بس سيليكتو ما يهبطش، وكاين الناس من سلفنا وعلمائنا الافاضل عندما تقرا في سيرهم تشعر بالانتعاش. ولهذا قالوا: حال رجل في الف رجل خير من مقال رجل، خير من مقال الف رجل في رجل. حال رجل بمعنى ان تقرا سيره رجل واحد وما قدمه وما ترك من بصمة في هذه الحياة تؤثر في آلاف الأشخاص، وألف شخص يحاضرون ويتحدثون لا يستطيعون التأثير حتى في شخص واحد. لهذا أيها الأحباب، لا بد أن نأخذ هذه الكلمات الرقراقة التي سمعناها ودخلت إلى شغاف القلوب، أن نأخذها بعين الاعتبار، وأن نقف مع أنفسنا وقفة تدبر وتمعن. ماذا قدمنا وماذا سنقدم؟ ونحن الآن مع نهاية عام جديد وبداية عام جديد. نحن الآن في وقت الأبنية، كما قال الإمام إبراهيم التيمي عليه رحمة الله، قال: مثلت نفسي في الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها وتعانق أبكارها، قال: ثم مثلت نفسي في النار تأكل من زقومها وتشرب من صديدها وتعالج سلاسلها وأغلالها، فخاطبتها وقلت: يا نفسي ماذا تريدين؟ قالت: أريد أن أعود إلى الدنيا لأعمل صالحا. قال: أنت في الأمنية فاعملي. ولهذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن عليكم. قال: فأهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم.
وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الله عز وجل بماذا عبر؟ قال: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولهذا قال العلماء: هذه الآية المباركة أصل في محاسبة النفس ومعاتبتها، بل إنها أصل في وجوب محاسبة النفس ومعاتبتها على تفريطها في جنب الله عز وجل وفي حق نفسها وفي حق من حولها. ولهذا تذكرت لما كان الأستاذ يتحدث، تذكرت قصة الإمام مالك مع يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي، روايته في الموطأ من أشهر الروايات. هاجر من الأندلس إلى المدينة ليدرس على الإمام مالك، فسمع الناس صوتا يقول: في المدينة فيل، وأهل المدينة لا يعرفون الفيل. فخرج الناس كلهم لمشاهدة الفيل إلا يحيى بقي. فتعجب الإمام مالك وقال: الناس كلهم خرجوا، ألا تذهب لرؤية الفيل؟ قال: أنا جئت لرؤية الإمام مالك، وما هاجرت من الأندلس إلى المدينة لرؤية الفيل، وإنما جئت لرؤية الإمام مالك والاستفادة من الإمام مالك. هذا بمعنى أنه على الإنسان أن يحدد الهدف وأن يصحح المسار وأن لا يلتفت لما يقال. نترك المجال لعنده أي سؤال، الأستاذ إن شاء الله موجود يعني في دقائق، مش مشكلة يعني إذا في إضافة ما في أي مشكلة. أول أسئلة للأستاذ نفسي ربنا جزاك الله خير. تفضل تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. أنت دكتور هذا؟ لا سعد الله يبارك فيك. درابي ما شاء الله ما يهمك يا شيخ. كنت راح أسأل بعض الأسئلة مفتاحة لي في الإجابة الحمد لله، ولكن تدخل بعيد جسد عمليها. سألت نفسي لأنك حضرتم قلتم الأثار الانتباه والإخلاص، هل يعتبر الإنسان ابتداء من اليوم أن يعالج نفسه أن يكون مخلصا؟ هل نعتبر هذا مشروع؟ ثانيا في نقطة نعاني منها أنا شخصيا قضية التوازن، لأنه كان خلل هناك خلل، يعني التوازن بين أمرين، كيف أكون مصلحا أو بعبارة أدق يكون عندي بصمة وفي نفس الوقت أنا بصمتي مع نفسي راني غايب، يعني التوازن بين إصلاح النفس وترك الله. أول شيء مسألة الإخلاص. الإخلاص هو روح العمل، يعني الإخلاص حاجة كما قلت احنا تمشي معنا من بداية الحياة تعالى، أن الإنسان يحاول أن يكون مخلصا في كل أعماله. أيضا أنه من الأمور التي الله عز وجل حبانا بها أننا يمكننا أن نحول العمل الدنيوي، أننا نستثمر العمل الدنيوي إلى عمل تعبدي بالنية فقط، بالنية فقط. كما قال أحد العلماء: عالجت نيتي 40 سنة. يعني الإنسان يعالج دائما نيته. كوني الأستاذ فضيلة الدكتور، كوني أنه أنا جيت الآن وراح ندير محاضرة، أعالج نفسي الآن في الإخلاص. مرة من باب اللطيفة فقط، مرة مش فاهم كنت درت واحد الكلمة في أحد المساجد، فلما كملت جاء واحد من العوام قال لي: منين جابوك؟ راح للعامل قاعد هذيك اللي قاعد يخلص كذا اللي قاعد يخلص هي، قال لي: منين جابوك؟ أنا راح حسيت روحي حاجة كبيرة. قلت: سبحان الله، الإنسان لو يعالج روحه ودائما تكمل تقدر واحد يجيب كلمة ويقدر له. حتى أن في باب الإخلاص، يعني حتى أن الحديث المذكور الآن في الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة،
والعياذ بالله. من شكون؟ بائع مخدرات وبائع مهندسات وزاد. لا لا، ناس يعني في الدين، في الطاعات، في وضع البصمه. ناس يضعون بصماتهم في هذه الحياه، ناس يضعون بصماتهم. قارئ او عالم يعلم الناس الخير، متصدق وضع بصمته وبنى مساجد ودار وبنى معاهد، لكن او اكثر من ذلك المفتدي بنفسه، دار اسمه ضحى من اجله. لما راح الاخلاص اصبح اول من تسعر بهم النار يوم القيامه، حتى انه الاجر الذي اخذوه حتى نعالج انفسنا يعني اجر هضره. هضره الانسان خلص هضره، فقد قيل، مجرد قيل. واقول انا يعني اسوأهم حالا وهو الشهيد، ما خلص من مصيره، مات والناس كانت تحكي عليه، مات من التعشمين باب الهضره. ولذلك الاخلاص، كون ان الانسان اصلا بارك الله فيك يجاهد نفسه، هذا ايضا من العبادات، ان الانسان يجاهد نفسه، انه دائما يضع نصف اعينه هذا الامر حتى يبارك الله له في عمله. الامر الثاني وهي مساله التوازن. هنا الان لو كان نعود ندقق مثلا في مساله الكمال، من بين الامور التي يذكرونها في مساله تطوير الذات، ان الانسان في بعض الاحيان في عمله الدعوي لعمله الاثري دائما ربما من تلبيسات ابليس يجيب له النقائص التي فيه، كيفاش انت فيك كذا وكذا وتروح تدير هذا الامر. فوش صراع؟ كما قال نعيش صراعا، وهذا الصراع الداخلي انه بين انت الان واش تقول وبين شيء راك تقدمه، وهذا لا ينبغي، هذا لا يمكن، انه لا يمكن الانسان يتخلص من النقائص، لا يمكن الانسان انه ما فيهش عيوب، لا يمكن انه كل يوم انا ما صليتش الفجر في المسجد، صليت في البيت نقول امين، باش نحكي كاع على العبادات، كيفاش انت منافق. ولذلك كما قال الحديث ساعه وساعه في بهذاك المفهوم، لكن يمكننا ان نقول ان الانسان لم يضع نصب اعينه نقائصه لا يقتضي انه لا يقدم. فوضع البصمه يحتاج الى ايضا هذا التوازن، انه يضع بصمته ويحسن من قدراته، لكن لا نجعل من نقصنا اننا لا نضع بصمتنا في هذه الحاله. بارك الله فيك. في نقطه اخرى بارك الله فيك استاذي، في هذا الباب بالذات ذكر الإمام ابن كثير وغيره من علماء التاريخ والسير قصة صاحب النقب الذي لا يعرف اسمه لحد الآن. هذا الرجل لما حاصر مسلمة بن عبد الملك حصنا من الحصون وعجزوا عن فتح ذلك الحصن، فجاء هذا الرجل وتطوع سب النفس لله عز وجل، ففتح نقبا تحت جدار الحصن ودخل وجاء إلى الباب وكبر الله أكبر وفتح الباب ففتح الحصن ودخل المسلمون واستطاعوا أن يفتحوا، وفتح الرب عز وجل عليهم فتحا عظيما. فقال مسلمة بن عبد الملك أين صاحب النقب؟ فما جاء إليه أحد. اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث قال أقسمت على صاحب النقب أن يأتي إلي، أريد أن أرى هذا الرجل. فلما جاء صاحب النقب وقد تلثم قال أأنت صاحب النقب؟ هذا الرجل الذي على الباب يسأل. قال أنا جئتكم بخبر صاحب النقب. فلما دخل عليه قال إنه يشترط عليكم شروطا. قال وما هي؟ قال ألا تسألوا عن اسمه، وألا يكافأ، وألا يميز عن أحد من الجنود. فقال وافقنا على شروطه، فأزاح اللثام عن وجهه وقال أنا صاحب النقب، ثم غطى وجهه وهرب. فكان بعد ذلك مسلمة بن عبد الملك يرفع يديه إلى السماء ويقول اللهم احشرني مع صاحب النقب، يعني مع أهل الإخلاص.
وأتذكر من باب الفائدة لما تحدث أستاذنا عن علو الهمة، أتذكر قصة تأليف صلاح الأمة في علو الهمة. هذا دكتور من الإسكندرية اسمه حسين عفاني، عمل عملية القلب المفتوح، فقال له الطبيب: أنت ممنوع تتكلم عن الناس، يمنع عليك أن تحاضر وأن تخطب الجمعة وأن تصلي بالناس. ماذا يصنع الرجل؟ قعد في بيته فكتب كتابا في 6 أشهر بعنوان صلاح الأمة في علو الهمة في 7 مجلدات، يتحدث فيه عن صلاح الأمة في علو الهمة، وبدأ بسير السلف والصحابة والعلماء والأنبياء، علو همتهم في الدعوة، علو همتهم في قيام الليل، علو همتهم في الإخلاص، وهكذا. بل من عجائبه أنه كتب كتابا بعنوان رهبان الليل، يتحدث عن قيام الليل في 3 مجلدات. فالذي قدم له من العلماء قال: وددت لو أتحفنا برهبان النهار عن المجاهدين. ما هي إلا أشهر معدودة كتب أكثر من 2 مجلدين في رهبان الليل، وأكثر من 2 مجلدين في الإخلاص، وأكثر من 2 مجلدين ومعتصمة، وهكذا. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على علو همة هؤلاء الفضلاء. وهناك أيضا كتاب بعنوان علو الهمة للدكتور إسماعيل المقدم. الإنسان يقرأ سير وأخبار هؤلاء، تشبهوا وإن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلا. تفضلوا، عنده أي مداخلة سؤال؟ ما عندناش مشكلة أستاذ، عنده جاهزين. اللي عنده أي سؤال أي مداخلة ما عندناش مشكلة، نكتفي بهذا الكلمة ختاما يا شيخ. تفضل. أشكركم على هذه على صبركم علي، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، ونسأل الله عز وجل أنه كما قلت هذا الجمعة المبارك يضع أن نضع بصماتنا في هذه الحياة. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا دينا إلا قضيته. نسأل الله عز وجل الصلاح لشبابنا وفتياتنا. نعم شيخ، عندك كلمة؟ الإخلاص والصدق لا يكون في الأقوال فقط، وإنما في الأفعال وفي الأقوال. هذا هو الشخص الضروري. يستلزموا الصدق قولي وعمل. نعم. القول مكشوف لدى الناس، ولكن العمل ليس مكشوف لدى كثير من الناس، حتى لا تكشف لهم شيء من النار. جزاك الله خير. بارك الله فيك شيخ. السؤال هذا يعني قالك لو تفيد في المسألة. ما فهمتكش يا أستاذ، ما سمعتكش من الآخر. يعني هو يقصد أننا كما نحن مطالبون بالصدق مع الله عز وجل في أقوالنا، نحن أيضا مطالبون في الصدق مع الله عز وجل في أفعالنا. هذا الذي تقصده؟ نعم. هنا لعلنا نتذكر قصة صحابي لم يعمل في الإسلام إلا قليلا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد أن أهاجر معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه به خيرا، فدخلوا في معركة من المعارك، وفتح الله عز وجل عليهم وأخذوا غنائم كثيرة. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وقال: خذوا نصيب فلان. فجاءوا إليه قال: ما هذا؟ قالوا: نصيبك من الغنيمة. فغضب الرجل لأنه لم يخرج من أجل هذا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك؟ قال: إذن على ماذا؟ قال: أن أصاب بسهم هاهنا فأقتل لأدخل إلى الجنة.
قال إن تصدق الله يصدق. هذا الذي تقصده، إن تصدق الله يصدق. بدأت المعركة من جديد، وبدأ الصحابة رضوان الله عليهم يعدون الشهداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر فوجد رجلا قد أصيب بسهم ها هنا، فسأل أصحابه قال أهو هو، يعني هل هذا هو الرجل الذي كان يتحدث معي قبل قليل؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال اللهم إنه قد خرج في سبيلك ومات في سبيلك وأنا شهيد على ذلك، رضي الله عنه وأرضاه، فصدق مع الله تبارك وتعالى. ولكن القاعدة الذهبية عندنا أننا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس، نحن نأخذ الكلام على محمل الجد وعلى المحمل الحسن ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. إن كان صادقا فالله عز وجل أعلم بصدقه، وإن لم يكن كذلك فالله عز وجل أعلم. فنحن لم نقع أن ننقب عن قلوب الناس. ولكن نقطة جميلة أعجبتني في الأستاذ، الابتسامة المشرقة، هذه الابتسامة التي نفقدها، لأن بعض الناس يظن بأن الأسنان عورة لا يجوز إظهارها، هذه يعني مصيبة كبرى وداهية عظمى، أن الابتسامة عند الإنسان الملتزم أصبحت عملة نادرة. ولكن شيخ أظهرنا من اللي دخل يبتسم ما شاء الله. تفضل استاذ. تعقيبا على 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 ما ذكرت الأستاذ مهدي ربي حفظه على هذا التنبيه الذي نبهنا عليه، أردت فقط يعني كما قلت احنا في الجانب الصدق في الأعمال، الأمر الذي نريد أن نذكره في صدق في الأعمال، الصدق في الأعمال كما قلنا أمر قلبي خلاص، الصدق في الأعمال نحن نقول احنا ما هي أمارات صدق في الأعمال؟ يعني ما هي العلامات التي تدل على صدق الأقوال في الأعمال كما قال الأستاذ؟ لو كان احنا نقول احنا صدق الأقوال، كيف يمكن أن تثبت أن يثبت صدق القول؟ لماذا؟ بمطابقته مع الحقيقة. قال أنا فلان أو يسكن هنا، راح نلقينا بلي يسكن ولا ما يسكنش، أو ما يسكنش إذا لو يكذب، أو يسكن إذا ما هو صادق. الصدق في الأعمال هذا أمر دقيق، لأنه أمر عنده علاقة بالقلب، لكن كاين واحد الأمارات، يعني الأمارات تظهر في صدق الإنسان في أعماله. من بين الأمارات كما قال الشيخ، كما ذكر الشيخ مثلا، أن يتحقق، يعني أن تتحقق الأمنية فيه، الإنسان يكون يتمنى هذه الحاجة ويدير هدف، فيوفقه الله وبصدقه إلى الوصول إلى ذلك الهدف لأنه صادق في عمله. الأمر الثاني أيضا أن الله عز وجل يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. من خصائص الأعمال الصادقة أن الله عز وجل يرفعك وأن يرفع صوتك في العليين. ولذلك نذكر واحد القصة، أنا ربما نحب شوية القصص الواقعية لأنه تؤثر كثيرا مما تؤثر في الناس. كان واحد الإنسان يخدم مع واحد الإنسان نعرفه، يحكي لي قال كان يخدم معنا واحد الإنسان كنا نعيطوا له ليسكور، يعيطوا له ليسكور، علاش؟ من شدة أنه مزير ما يتخلص لك والو، حاجة ما يتخلصها لك. قال لي نجوا نشربوا قهوة، يقول لك أعطيني نشرب، بعد تقول له خلص لي، يقول لك غالب أنني داير ميزانية تابعة. بعد سنوات توفى، توفاه الله تبارك وتعالى. هذا الرجل لما توفى قال لي ثلاث أشهر أو أربعة أشهر جات واحد المرأة تحوس عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. قالت لهم يا ولدي فلان حوس على فلان. إيه قال لها يا ولدي فلان مات. بدأت تبكي. قال لك يا ولدي ضع على بالك زوجة ثانية وجات تحوس عليه. قال لها يا ولدي خير إن شاء الله. قالت لهم شوف كانت بيني وبينه سر. قالت لهم هذا السر كل ذنب مات نقوله لكم. قالت لهم هذا كان يخدم مع زوجين عنده 15 سنة. قالت لهم كي مات الزوج ديالي جا ليا قال لها شوفي أعطيني السي سي في تاعك. ملي مات راجلها وهو يقسم معها شهريا. إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى، يعني من صدق عمله. قلت له أنت هو اللي صبر ماشي هو.
يعني شكون اللي يزيسكرو؟ حنا هما اللي يزيسكرو كي ولات هكذايا. ولذلك شوف الان لما يكون انسان صادق حتى وكان يكون العالم راه مخبي مخبي، الله عز وجل يرفعك ويترحم الناس عليك. ولذلك نسال الله عز وجل ان يوفقنا بصدق الاعمال والاقوال. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. واسال الله تبارك وتعالى ان يجعل ما قدمناه في ميزان الحسنات. ان شاء الله عز وجل هذه بدايه، وخلال نصف كل شهر ستكون عندنا اما محاضره او ندوه ان شاء الله تبارك وتعالى. نسال الله عز وجل التوفيق والسداد. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.